السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله معانا نبات جديد هنعمله إكسار ونعرف عنه كل احتياجاته والظروف المناسبة لنموه بشكل جيد وإكساره بكل سهولة. النهاردة معانا نبات الفوجير. نبات الفوجير من عائلة السرخسيات، وهي من النباتات الاستوائية المحبة للرطوبة والجو المعتدل الماء قليلا للحرارة، عشان كده بيكون في أفضل حالاته أثناء فترات الربيع والخريف، بيكون الجو معتدل وماء قليل للدفء أو الحرارة يعني. طبعا بيحتاج تربة هشة خفيفة تحتفظ قليلا بالرطوبة لأنه بيحب الرطوبة، يعني صعب نزرعه في رمل بس أو تربة غالبها رمل لأنها بتجف بسرعة جدا ومش النبات مش هيلاقي احتياجاته من الرطوبة، وبرضو صعب نزرعه في تربة طينية فقط لأنها بتكون تقيلة وسيئة الصرف وسيئة التهوية، فبرضو مش هيكون في حالة جيدة ومش هيجد الظروف المناسبة لنموه بشكل جيد. أفضل خليط مناسب لنمو الفوجير أو نبات السرخس دوت اللي هو معيت السرخسيات هي تربة الغالب بتاعها بيتموس أو ألياف جوز الهند، لأنها بتكون هشة تحتفظ بالرطوبة جيدة التهوية، ونضيف عليها شوية رمل مع شوية كومبوست أو فرن كومبوست كمادة مخصبة يعني، وزود المادة العضوية في التربة يعني. ده بالنسبة للتربة المناسبة لإكساره. الإكسار بيتم ازاي؟ لو احنا لاحظنا كده داخل القصيص هتلاقي نبات مخرج جنبه زي دي كده بيخرج جنبه خلفات جانبية زي دي كده مثلا اهي، اهو دي كلها خلفات ممكن نفصلها ونزرعها في قصيص منفصل وتبقى نبات جديد. كل اللي نعمله اللي احنا بس ايه، هناخد الخلفة اللي طالعة دي ونشد كده خفيف ونراها خالص كده اهو، اهو واحدة واحدة يفضل ان احنا نخرج جزء من الجذور معاه. دينا الجذور متشابكة كده، هنجيب الموس ونقطع اهو، دي كده شكل الخلفة اللي فصلناها من الأم وجاهزة إنها تزرع في قصيص منفصل. لو لاحظنا كده هتلاقي في انتفاخات في الجذور، دي جزء من الجذور يعني، دي لو انت زرعتها لوحدها احتمال إن هي تخرج خلفات واحتمال لا، في الأفضل إن احنا نزرع الخلفة بالكامل الجذور مع الأفرع. في تشابه كبير جدا في الجذور ديت أو في الشكل ده مع نبات الإسبرجس. لو حد يتذكر نبات الإسبرجس أو ياخد باله من جذوره هتلاقي جذوره برضو بتكون درانات كده في الأسفل تخزن الغذاء والمية بداخلها،
وبرضو ما ينفعش تزرع لوحدها عشان تنتج نبات جديد، لازم يكون في جزء من النبات مع هذه الجذور. كده فصلنا الجذور اهيت، هنيجي على القصيص، نفتح كده فتحة ونحط الجذور. طبعا الجذور كبيرة شوية، تفضي جزء من التربة اهوت اهو. نكبس كده حوالين الجذور عشان نخرج الهواء، نثبت الخلفة كويس. في جزء من الجذور لسه باين، فنحاول دود الريد لوجلر دايما يكون متواجد مع النباتات المحبة للرطوبة، لأنه من الكائنات اللي بتعيش مع الرطوبة. كده أصبح عندنا نبات جديد من الفوجير، وبقى نبات مستقل. وبكده ممكن نعمل إكسار بنفس الطريقة ونعمل عدة نباتات من نبات واحد عندنا. كل بس أنت محتاجه يبقى عندك نبات كبير، النبات الأم، وتفصل منه كل فترة خلفات جديدة، والخلفات دي بعد فترة هتكون خلفات جديدة، وهكذا هيبقى عندك مجموعة جميلة جدا من نبات الفجير. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، ولو في أي حاجة أنا نسيتها أو تعليق أو أي مشكلة ممكن تضيفوها في التعليقات. دمتم بوفر الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.